معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك، جزاك الله عنا كل خير. وجزاكم الله خير. بصراحه يعني انا ست كبيره، عندي داخل على 70، وزوجي راجل داخل على 80. للاسف بعد عشره جميله جدا جدا جدا، مش قادره اقول لك يعني، كلها كفاح واطمئنينه، وكنت يعني العالم كله هو اللي هو بالامان، يعني عايشه في امان وبس، هي دي اهم حاجه في حياتي الامان. وعمري عمري يعني من كتر اني انا الثقه العمياء ان زوجي لما جاب لما جبت له الموبايل والنت والكلام ده واحنا كبار، فلا عمري ما بصيت في موبايل، عمري مش في دماغي حاجه، الاستحاله يعني ايه هو الامان بالحاله. ففوجئت من سنتين كده اني بيتكلم معايا، لقيته شادد بقاله قبلها بسنتين كده شادد. فهو بصراحه كان عندنا ارض اتباعت بتاعته وادها لاولاده، فانا بقيت اقول ايه هي الحته دي، وبقى صعبا عليا اقول للولاد شوفوا بابا ماله شوفوا بابا ماله. بعد كده كل ما اكلمه اقول له انت مالك، انت مش لاقي الكلام معايا ليه؟ لله في لله مش عارف. بعد كده ففي حديث كده عن زميله، هم كلنا على المعاش وهي على المعاش، فوجئت ان هو لا على الفيس وفي وانا ما كنتش اعرف الكلام ده، وعلى حاجه اسمها ماسنجر والكلام ده ما كنتش اعرف. لقيت متفتح على العالم، حتى قرايبي اللي هم احنا قرايب على فكره، قرايبي اللي يوصوه سلم على عمته سلم على خالته قول له صور سلم على كده، لا ولا كاني اعرف حاجه، وعارف ان انا ماليش في المواضيع دي وتماما، واحنا كنا موظفين على فكره احنا الاثنين. فوجئت ان في زميله لا بيقرر اسمها غصب عني، وكانت بتكلمه في تليفون وانا بس عادي بنام مش واخده بالي. بتكلموا في ايه يا سيده محمد؟ حاجه محمد حاجه محمد حاجه وهي متزوجه من زميلنا. حاجه محمد حاجه محمد حاجه محمد، نعم. معلش اسمعيني بس، بتكلموا الزميله بتكلموا في ايه؟ بس بتتدخل في حياته، يعني متدخله في حياه، يعني انا اسفه ايام كورونا انا فوجئت ان هي بتقول له بنتي عندها كورونا، يعني ما ينفعش بالكلام بالجراءه، انا مش عارفه من زوجي كده. ورسائل بقى ايه؟ فيها عارف مش سننا، مش سن الناس الكبار الوقار، لا شغل ستات بس باللفظ الثاني الكلمه اللي مش حلوه، يعني مش قله ادب بمعنى قله الادب. طيب خليني حاجه محمد، دليل على عشره جامده بينهم وبين بعض، يعني حضرتك اما ورسائل بقى ايه داخل فيها الدين ومنها الحب، يعني بصراحه كانت صدمه بالنسبه لي. فانا قعدنا بقى لنا سنتين مشاكل، بس انا واحده عايزه اقابل ربي بوجه كريم، وبرده قشرته غاليه عليا، فانا دلوقتي مش قادره اتسامح من جوايا، اعمل ايه؟ وانا عايزه اقابل ربنا. طب واحدة واحدة يا حاج محمد، بس خليني سؤال بس عشان الحق الهوا، بس تفاينا دلوقتي في أي حاجة يعملها لي عشان يراضيني، ومش معترف مش معترف يعني مش أهم حاجة أقول له رد المظالم عشان ربنا يسامحك. طب حاجة محمد، هو مش راضي يعترف، يعني مش راضي يعترف بإيه بقى؟ إن كان في علاقة بين الست دي، علاقة يعني علاقة يعني إيه، بيكلمها يعني ولا علاقة حاجة وحشة؟ طيب انا هقول لك تعملي ايه يا حاج محمد. بصي يا حاج محمد، بس عشان نكون واضحين، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على حد عنده 80 سنه وحضرتك عندك 70 سنه، انتوا الاثنين محتاجين بشكل واضح مزيد من الحنيه. فحضرتك دلوقتي انت طالبه منه ان هو يعترف زي الطفل الصغير لما يعترف لمامته، هو هيقول لك انا والله كنا بنتكلم مفيش اي كلام فيه اي نوع من انواع سوء الادب، احنا كل الحكايه بتكلمني بتحكي لي بتاخد رايي، انا بقول لها الكلام دوت انا ما ببررهوش الكلام ده. انا عايز اقول لك ان انتوا في اللحظه دي الاحسن مش ان هو لازم يعترف ويتوب الى الله، هو كبر على ان هو يحس ان هو لازم يعترف ويتضرب على ظهر ايده. انا بقولك بس ايه اللي احنا فيه، انا مش بقول ان كلامه مبرر ولا ان كلامه ممكن مع تجاوزها ان كلامه صحيح، لا لو في تجاوز في الكلام الكلام ده كلام غلط، بس انت دلوقتي بتسأليني بتستشيريني نعمل ايه. انا شايف ان احنا نقعد مع بعض ونقرف شوية من بعض، واذا كنت انت عايزاه يقولك كلام حلو انت كمان قولي له كلام حلو. اللي فاضل بينكم دلوقتي هو الانس، ان انتوا تانسوا بعض
وتطبطبوا على بعض، اقعدي وسمعيه الكلام اللي انا بقوله ده، انتوا اقرب اتنين لبعض، هو خلاص مش هيبقى عنده اي وقت ولا اي مجهود ان هو يعمل علاقات في الفتره دي. لكن احنا ممكن تستردي زوجك ببساطه خالص، ان انتوا الاتنين تعطفوا على بعض وتطبطبوا على بعض ويحصل انس وتعملوا شيء من التغيير، تخرجوا مع بعض لو قادرين تخرجوا، تروحوا اماكن كنتوا انتوا بتتمنوا ان انتوا تروحوها وما رحتوهاش. التغيير ده تخيلي هيبقى كافي لزوجك، لان هو عمل كده لو هو بيكلم حد تاني عشان هو عايز شيء من التغيير في حياتكم. اعملي الشيء من التغيير ده وتقربي معاه، وما تصريش على ان هو لازم يعتذر، لان هو احتمال ممكن يصدر دماغه ويتعندوا بعض زي الاطفال. يبقى الحل هو ايه؟ ان احنا نقعد مع بعض ونقول ان الكلام ده ما يتكررش، وتعالى بقى نبتدي نجدد في حياتنا شيء بسيط يتناسب مع سننا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، وان شاء الله الامور تكون على خير حال.